هيفي ميتالز، المعادن الثقيلة. طبعا إن شاء الله راح من خلال هاي المحاضرة اللي الأوبجيكتيف مالتها راح تعرفون شنو الهيفي ميتالز، ديفينيشن اوف هيفي ميتالز، شنو السورسز اوف اكسبوجر اوف هيفي ميتالز، وراح ايضا تعرفون شنو الهيلث افكتس اوف هيفي ميتالز. ايضا راح تشوفوا راح تتعلمون ان شاء الله البريفنشن والتريتمنت اوف هيفي ميتالز. ده سمعوني؟ ده سمعوني عني؟ نعم. Let's start with mercury، الزئبق. طبعا واحد من المعادن الثقيلة هو الزئبق. طبعا ال health effect مال كل هذه المتلز هو ناتج عن ال exposure الناتج عن الدست أو الفيومز مالته. هذا أهم شيء بال heavy metals. فالmercury طبعا هو اكيد ريليز انتو ذا اير في الهواء وترافل، يعني ينتقل لونج ديستانسز فروم ذا سورس، ينتقل مسافات بعيده من المصدر مالته. سو اتس كونسيدرد ا جلوبال انفيرمنتال ايشو، لذلك يعتبر هو ملوث بيئي عالمي ومشكله عالميه ايضا. وان ميركوري ان ذا اير از ديبوزيتد انتو ذا ووتر، الميركوري من ينتقل عن طريق الهواء راح وين يتركز في الووتر في الماء، واكو في الووتر اكو بكتيريا كان كونفيرت ات تو دي ميثيل ميركوري. هو هذا المهم بموضوع اليوم، هذا الميثيل ميركوري which accumulates and amplify in the food chain، راح يتراكم وينتقل عن طريق السلسله الغذائيه ويوصل للانسان. طبعا راح نعرف شنو الاوكيبيشنال سورسز مالتها. Occupational and environmental exposure، التعرض المهني والبيئي لمادة الميركر أو الزئبق. طبعاً أكثر source بتلوث الهواء بالميركري هو جاي من burning fossil fuels، احتراق خاصة النفط الخام واللي يحتوي على high silver core، يحتوي على مادة الكبريت والكلور alkali production. هاي عملية that use mercury in electrolysis of salt to produce hydrogen chloride and sodium hydroxide, chlorine, caustic soda، يعني مواد القاصر، مواد الكاوية، peach and other products. أيضا من المايننج الصهر والسميلتنج بالتعدين والصهر والويست انسينريترز حرق المخلفات وكريماتوريوم يعني حرق الجثث and بولغانس والبراكين. الالمنتال ميركوري ان ليكويد فورم از فاوند ان ثيرموميترز والباراميترز والثيرموستات، كنا نعرف هذا الشيء، السويتشز اند اذر انسترومنت، ايضا يستخدم بالدنتال امالجام بحشوات الاسنان. ايضا التعرض مالته بالوركرز ان ويست ديسبوزر. وإلمنتال and inorganic mercury have been used in folk remedies، طب الأعشاب from around the world. Elemental mercury may be used in homes, in rituals، يعني يستخدم في الشغلات الطقوس الدينية. In which elemental mercury is scattered around home، طبعا أكو بعض الشعوب تستعمل هذا الشيء، تنشر حول البيت from magical religious purposes، لغرض يعني السحر أو الشعوذة. Unfortunately, this mercury vaporizes
راح اكيد راح يتوخر. And may expose those who reside in the household, ذول راح يتعرضون للموجودين داخل البيت او حوله. ايضا استخدامات اخرى للمركي فلوريسنت لايت بولبس بالساعات الكهربائيه الجلوبات او الشمعات. Fluorescent light bulbs and disc batteries also contain mercury بالصناعة البطاريات and have caused exposure to manufacturing workers. طبعا الـ elemental mercury طبعا does not cross the blood brain barrier well. ما يخترق الـ blood brain barrier well. بس on the other hand, once in the brain and converted to the mercury form, من يدخل راح يتحول إلى mercury form, وهذا it is less able to diffuse out of the brain, وما يقدر يطلع بعد, صعب خروجه من ال brain. Elemental mercury also cross the placenta and concentrate in the fetus. In adults, the half-life of elemental mercury is 60 days, range from 35 to 90 days. The excretion of mercury is primarily fecal, although some is exhaled. هو primary fecal, بس بعضه عن طريق التنفس. طبعا الـ inorganic mercury has been used in a number of consumer products ranging from teething powders to skin lightening cream. ايضا يستعمل الـ inorganic mercury يستخدم اشعالات التجميل تبييض الاسنان او يخلي الـ يعني الـ skin light. Only about 10% of unadjusted mercury salt is absorbed. But ingested mercury salt tend to be extremely caustic. Methyl mercury is most commonly found in the environment because of its natural formation by bacteria. The fish consumption is responsible for most human exposure. يعني تناول الأسماك هو مصدر رئيسي للتعرض to methyl mercury. وطبعا هاي التعرض هذا يعتمد على dose of mercury. Has to do with the species. والنوع السمكة والسايز مالتها وأيضا حتى الهارفست لوكيشن ومكان الصيد مالتها. وأكثر شيء طبعا هو أسماك التونة. Clinical effect. نبدأ بالأكيوت توكسيستي. طبعا inhalation of high concentration of mercury vapors result in necrotizing bronchitis and pneumonitis which can progress to death from respiratory failure. Ingestion of large amounts of the mercury salt can also be fatal, such as gastrointestinal ulceration or perforation and hemorrhage, followed by circulatory collapse. هذا الأكيوت توكسيستي. طبعا هنا نصير عندنا breakdown of intestinal mucosal barriers lead to extensive mercury absorption and distribution to the kidneys, where mercury salt can cause acute tubular necrosis. Immunological glomerulonephritis or nephrotic syndrome. Central neuropathy can also occur from mercury salt exposure. Acute overdoses of organic mercury can cause paresthesia, khadar, ataxia, generalized weakness, visual and hearing impairment, tremor, muscle spasticity, coma, and death. هذا خاصة من acute toxicity. طبعا دائما هاي بالحالات الكريمينال. اللي يهمنا هو الكرونيك ايفكت وخاصه التعرض للالمنتال ميركوري الكرونيك ايفكت. طبعا لونج تيرم اكسبوجر تو ميركوري فيبر برايمرلي افكت ذا سي ان اس. ونشوف انه بالكرونيك ايفكت ايرلي ساينز انكلود انسومنيا فورجيتفولنس كثير النسيان كثير نوع لوس اوف ابيتايت اند مايل تريمر ليتر
patient develop tremor and erethism. Sure, erethism, a syndrome characterized by red bumps, emotional lability, memory impairment, and autonomic effects such as salivation, excessive sweating, and hemoconcentration. يكون التراكيز ال 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 بالدم أكثر خاصة ال RBC وال white BC يعني ال the other minerals موجودة أيضا بال blood أيضا is that فإن سمي يسموها the hemoconcentration تراكيز الزاد بال blood. ال renal effects للميركوري اكسبوجر او توكسيتي جلوميرولر او توبرال دامج الوايفز اوف هايلي اكسبوزد ميل وركرز شافوا انه زوجات اللي للعمال زوجات العمال يتعرضون للماده الزئبق هذا انكريز ريسك اوف سبونتينيوس ابورشن وايضا النساء اللي يشتغلن بال بالورك بليسز اللي بيها ميركوري اكسبوجر Women with occupational exposure to mercury vapors that تلاحظون الدست واللي فيومز مالته may have decreased fertility وvery high exposure إلها شي يسوي للميثل ميركوري شي يسوينا were found to cause unaltered sex ratio among birth to women suffering from minimata disease شنو يعني؟ طبعا هذا الديزيز هو جاي من اكو خليج باليابان بالستينات اكتشفوا انه النساء اللي تعرضن لمادة الزئبق أو الناس اللي تناول الأسماك بهذا الخليج شافوا أنه أكثر التعرض هو للميل بيبيز اللي يتوفون أكثر فلذلك شوف أنه بس راح يزداد نسبة الفيميل على الميل دائما يستهدف الميل بيبيز فساوى الترد سكس ريشيو among birth to women suffering from minimata disease with a concomitant increase in fatal deaths among male babies. طبعا هو بالفيميل راح يصير عندنا cerebral palsy brain paralysis okay بس اكثر ال death يصير among male babies. فسموه هذا minimata disease اللي اكتشف باليابان عام بالستينات. Diagnosis of mercury poisoning. شلون الشخص الدياجنوز اوف mercury poisoning؟ طبعا هو اكيد 24 hours urine collection واذا النتيجه greater than 10 to 20 microgram per liter a repetition of excessive exposure and allergic sign may be present at value greater than 100 microgram per deciliter. يعني اذا شفنا انه اكثر من 100 فاكيد راح يطلع عندنا ال neurological signs. All blood mercury concentration can be measured but value tend to return to normal. من نقيس الهول بلد ميركوري راح يرجع للنورمال زين within 2 days فلذلك ما يهمنا اكثر شيء هو يهمنا 24 hours during collection after the exposure to metallic mercury vapor and in the general population شفنا انه شافوا انه بال general population the mercury level in the hair is usually 1 per part million or less now خلصنا الميركوري نجي على النيكل compound. Nickel is commonly used silver white magnetic metal. قصد هذا تعرف من عارف عليه انه ناقيز. طبعا the principle of nickel and its salt are in the production of stainless steel, non-ferrous alloys, electroplating, high temperature and electric resistant alloys, cast iron حتى يستخدم بالcast iron يعني بعض الحاويات يستعملون بحاويات زين اللي تاخذ المواد المصوره خاصه الحديد اللي يقاوم درجه حراره عاليه فيسوي على شكل كونتينر حتى يشيلون به المعادن المصوره نيكل كادميوم باتريز صناعه البطاريات and as a catalyst and pigment these agents are also used in the manufacture of electronic components like vacuum tubes and transistor بالترانزسترات بالفاكوم تيوبس مال التلفزيونات and in production of metal items including armament and tools بالدروع بالذخيرة الحربية some non-industrial nickel use include coins jewelry يعني الفلوس المجوهرات watches eyeglasses frames اطارات النظارات clothing buttons and studs الدقام وهاي الستود
household and cooking utensil, بأدوات الطبخ, orthodontic appliances, شراء مال كشور, and dental tools, orthopedic implants, يعني خاصة مال internal fixation, بالfractures, and circulatory stents, بالقسطرة, in the occupation settings, both inhalation and dermal contact present major road route for exposure. لاحظوا أنه دائما المواد المنزلية من صيغة عالية يعني شنو بها مادة النيكل لأن هاي قاوم الحرارة على قولة مثلا احنا ما تسخم ولا تشوف دائما أسعارها كلش غالية. نيكل induced toxicity depends on the route of exposure طبعا and the solubility of the compound. The major route of toxic nickel uptake is via pulmonary absorption. Based on cell and dermal absorption are significantly less important. هو أهم شيء طبعاً البلموري absorption. Although dermal exposure can lead to nickel sensitivity and contact dermatitis, exposure can also occur due to the surgical or dental implant anti-hemodialysis. طبعاً شافوا أنه حتى بهاي أيضاً المريض يتعرض للنيكل توكسيتي خاصة بالsurgical or dental implant and hemodialysis. طبعا الأكيوت نيكل بويزنج produce headache, vertigo, nausea and vomiting. Chronic exposure effects can include rhinitis, sinusitis, nasal septum perforation, asthma and pulmonary edema. The kidney and lungs are the primary organs for the accumulation of nickel that lead to proteinuria, urticaria, eczema, erythema and bronchitis. خلصنا النيكل. ده تحضر يعني أنا مرور سريع يعني بس أعطيكم معلومة مهمة تستفونه في المستقبل ما أريد أتعمق بالموضوع. نجي على المنغنيز. شو المنغنيز؟ is used to form many important alloys. سبائك. and steel manganese improve rolling and forging qualities. يضيفوا حتى يقدرون يعني زيادة تحسين الرولينج السحب والطرق والمتانة والقوة and wear resistance ومقاومة الصدع. Manganese with aluminium, antimony and small amount of copper can form highly ferromagnetic alloy. يعني خلطون هاي المواد حتى يصنعون سبيكة مغناطيسية عالية جدا الكفاءة. Manganese metal is reactive chemically and slowly decompose in cold water. Many steel and iron manufacturing processes. يعني شافوا بصناعة الصلب والحديد انه يضيفون هاي المادة المنغنيز تمولتون ايرون المادة الحديد المصغور حتى يقللون الشوائب مال الحديد يكون نقاوته كلش عالية. زين المنغنيز كومباوند ار يوز ان ذا مانيفاكتشرينج اوف دراي سيل باتيز بطاريات الجافة ايضا اند ان بينتس بالاصبار بليتشنج ايجنت اند ديسانفكتنت بالقاصر ومواد مطهرة ايضا يستخدم المنغنيز وايضا يستخدم ككلورينج ايجنت كمادة سابقة in the manufacturing of glass and ceramics بالزجاج والسيراميكس. شوف دائما مثلا الزجاج يكون غالي جدا يعني يكون هاي المواد اللي تحافظ عليها ايضا حتى السيراميك شوف اكو انواع من عندها اكو الصيني اكو الاسواني حسب هاي المواد اللي يضيفوها اليها. المنغنيز دايوكسيد is used in the preparation of oxygen and chlorine and in drying black paints. أيضا بالمنغنيت is powerful oxidizing agent and is employed in the quantitative chemical analysis and in the medicine. المنغنيز is an essential trace element and is required for the activity of the enzymes mitochondrial superoxide dismutase or galactosyl transferase and glutamate synthetase. الهيلث هازارد مال المنغنيز inhalation of dust, mist and fumes is the primary route of exposure for welders خاصة عمال اللحام and serial workers. الacute exposure may produce flu-like symptoms اللي هي الناس referred to as metal fume fever or manganese pneumonitis يسموه التسمية الأخرى. Similar response is also observed in acute copper fume exposure. المنغنيز نيومونيتيس is more severe and may require antibiotics and bronchodilator therapy. In addition, patient may be at extra risk of developing hyperactive airways disease and chronic pulmonary disease.
اللي يهمنا هو الكرونيك انهيليشن اوف مانجانيز دايوكسيد كومباوند. طبعا هو الكرونيك يصير فور ات ليست 2 years is known to cause severe neurological disorders. التعرض مالته مو اقل من سنتين راح يسوي لنا severe neurological disorders. It may take up to several months for symptoms to develop and victims of a chronic exposure to recover very slowly. The progression of this illness can occur in the three stages. مهمة. The first stage is marked by non-specific symptoms of apathy, anorexia, asthenia, الوهن, headaches, hypersomnia, كثرة النوم, spasm, arthralgia, weakness of the legs and irritability. هذا first stage of chronic exposure or chronic inhalation of manganese dioxide compound. The second stage of the illness consists of psychomotor and psychic disturbances, including dysarthria, speech disorder, excess salivation, and difficulty in walking. هذا second stage. The third stage is noted by Parkinsonism-like syndrome with its associated symptoms. شافوا انه third stage were noted by Parkinsonism-like syndrome. Early detection of the symptoms is crucial. ليش? Because once the neurological effects from manganese exposure are clinically manifested, the damage to the central nervous system is irreversible. أكيد. نفسه من يتعرض للدامج بعد صعبة أو يستحيل أنه يصير irreversible, وإنما راح يكون irreversible. Also recently reported manganese-induced Parkinsonism in a patient undergoing maintenance hemodialysis. شافوا أنه حتى ذول اللي يستخدمون خاصة بغسل الكلى يتعرضون إلا للباركنسونزم. ليش? As a result of the long-term ingestion of health supplement containing high levels of manganese. شافوا انه ذولا يعطوهم السبلمنتال سبورت شيء يحتوي على هاي ليفل اوف مانجنيز. خلي بالكم هذا الشيء ايضا. نعم خلصنا المانجنيز. الارسنيك الزرنيخ, احنا راح ناخذ جانب الاوكيبيشنال, ما لنا علاقه بالجانب الكريمنال اللي راح تاخذوه يمكن بالطب العادي. Human are exposed to arsenic compound coming from both natural and man-made sources. من صنع الانسان او من صنع الطبيعه. Natural sources include volcanic eruption, خاصة انهيار البراكين, and leaching of arsenic from rocks and soil into drinking water. فراح يسرب من الصخور ومن التربة إلى المياه الشرب. الأرسنيك compounds are used in wood preservation, الحفاظ على الخشب اللي هو chromated copper arsenate. والانسكتسايد بالمبيدات الحشرية اللي هو هربيسايد, طحالب يعني مضاد الطحالب as well weed killers for railroad and telephone post and يعني استخدام في الطرق السريعة والسكك الحديد خاصة القضاء على الأعشاب الضارة. وأيضا أمريكا استخدمتها فيتنام ك agent blue العنصر الأزرق يعني كما سلاح كيميائي. وايضا يستخدم في الديسكانت تو فاسيليتيت ميكانيكال كوتن هارفست يضيفوا للقطن حتى يجف حتى يسهل عمليه حصاده. والجيسايد وجلاس مانيفاكشن صناعه الزجاج اند نون فورس الويز سبائك يستخدم سبائك نون فورس. وميتاليك ارسينيك از يوز از الوينج ايجنت تو هاردن ليت شوت يستخدم لزياده كفاءه طلقه الرصاص قبل الاسلحه خاصه امريكا تستخدم هذا الشيء. اند تو امبروف ذا toughness and corrosion resistance of copper. وايضا زياده السمك وعدم تاكل للكبر. الارسنيك and arsenic trioxide شافوا are also used in the manufacture of low melting glasses as a زجاج اللي عمليه صار قليله او درجه صار قليله. A newer source of human exposure to arsenic occurred as a result of the discovery that the crystals made of gallium arsenide, واللي هو يعتبر better superconductors than those made of silicon, يعني خاصة بصناعة الأجهزة الإلكترونية شافوا إنه هذا أضبط وأحسن بالتوصيل من السيليكون.
وجاليوم ارسينايد كريستال ار يوز ان ذا سيمي كوندكتورز اند انتجريتد سيركتس دايودز انفراريد ديتكتورز اند ليزر تكنولوجي. ان اديشن ذا فيري توكسيك غاز ارسينيك از يوز تو ميك جاليوم ارسينايد. يعني هذه الماده هي شلون تنصنع من خلال هذا الغاز اللي هو فيري توكسيك. فتلاحظون يعني الاجهزه الكهربائيه والالكترونيه الحاسبات ما حاسبات شوف هاي الماده اذا بيها تدخل فشوف الجهاز يكون كلش غالي لان التوصيل مالته كلش عالي والجهاز يكون كلش كفو بدل ما يستخدمون السيليكون خاصه من الحاسبات الصينيه. سنتنس اوف اكيوت ارسينيك توكسيتي داخل نمر على مرور الكرام ما يهمنا هو الكرونيك. الاكيوت سيمتومز طبعا هو قلنا دائما الاكيوت سيمتومز او الاكيوت توكسيتي هو ناتج عن الكريمينال. Acute symptom of poisoning with inorganic arsenic compound are you seen in humans who have ingested contaminated food or drink, خاصة الزنيخ بالفود أو drink. يعني قلنا هو شنو دائما criminal. The fatal human dose for ingested arsenic trioxide is 70 to 180 milligram or about 600 microgram per kg per day. هذا الفيتال هيومن دوز يعني الماده يعني الدوز القاتل من 70 إلى 180 او 600 microgram per kg per day. Acute symptoms are characterized by profound GI inflammation, sometimes with hemorrhage and conclude constriction of the throat followed by dysphagia, gastric pain, vomiting, diarrhea, dehydration, leg cramps, irregular pulse, shock, stupor, paralysis, and coma. هاي خاصة بالأكوت توكسيتي قلنا بالكريمالام. The cause of death is massive fluid loss from the GIT tract, resulting in severe dehydration, reduced blood volume, and circulatory collapse. هو كلها هو السبب الأساسي للوفاة. طبعا الارسين قلنا الغاز الارسين ريبيدلي انترز ريد بلاد سيلز اند ريأكتس وذ هيموجلوبين تو برودوس هايلي ريأكتيف سبيشيز ذات كوز هيمونيسيس از ليتل از 3 تو 10 بار بير مليون. ارسين ان اير كان برودوس سيمتوم كاركترايز باي ابدومينال بين هيماتوريا اند جوندس. الانيشال سيمتومز انكلود هيدك ماليز ويكنس ديزنس اند ديسنيا sometimes accompanied by the nausea and vomiting. طبعا الارسين cause massive hemolysis that may persist for several days with hematuria and jaundice. اهم شيء هو الكرونيك اكسبوجر التعرض للارسين. الارسين كما اكسبوجر produces electrocardiograph manifestation with high peaked T waves, conduction disturbance, various degree of heart block and asystole. In some cases, death resulting from cardiac failure, although more often it's caused by renal failure, as the resulting arsenic acid damage the kidneys. اللي يهمنا هو الكرونيك ارسينيك انتوكسيكيشن. شلون يجي الكرونيك؟ يعني كل البوبوليشن معرض للارسين، للارسينيك العضل. زين؟ وهذا هو طبعا جلوبال ايشيو. وكرونيك اكسبوجر تو ارسينيك بارتكولري ان درينكينج ووتر، مياه عشان كنا معرضين لهذا الشيء طبعا احنا. is a major worldwide concern. مشكلة عالمية هي. السكين ليجن شوفوا بالكرونيك اكسبوجر يصير عندنا سكين ليجنز ار ذا ايرليست نون مالجنت افكت اوف كرونيك اكسبوجر. After a few years of exposure, the most characteristic effect of arsenic ingestion are area of hyperpigmentation and to spread with smaller area of hypopigmentation. يعني hyperpigmentation عندنا وشير hyperpigmentation يسموها rain drop appearance خاصة بالجلدية. On the trunk and neck and somewhat later hyperkeratosis راح يصير عندنا of palms and soles بالبالم بالسولز مع القدم characterized by small cone-like elevation and diffuse keratosis. هذا مهم جدا بالchronic exposure to arsenic خاصة general population اللي يتعرضون لمادة الارسنك بالماء اللي يشربوه. Now خلصنا الارسين قلنا المهم الكرونيك اكسبوجر مالته. عندنا الليد. طبعا الليد هو ماده الرصاص بلوش جراي ميتال. الليد بارتيكلز ان ذا انفايرمنت كان اتاك او اتاش تو دست
and be carried long distance in the air, خاصة الفيوم والدست الرصاص. Satellite containing dust can be removed from the air by rain. راح ينزع بالمي وين يروح للديبوزيت on surface soil where it may remain for many years. راح يبقى عدة سنوات هاي مادة الرصاص. In addition, heavy rains, خاصة بالأمطار الثقيلة الكثيفة, may cause lead in surface soil to migrate into groundwater, راح يروح للgroundwater, للمياه الجوفية, and eventually into water system, وبالتالي للمياه الشرب, أو water system, الرصاص. The modern use occupational and environmental sources of exposure, طبعا يضيفوا للجازولين, للبنزين, additive, paints, and solder and cans, وبالمعلبات. Approximately 70% of the lead consumption worldwide is for batteries, يستخدم أكثر شيء لصناعة البطاريات. Ammunition, solder, a plastic cable sheeting, and lead is highly recyclable. إعادة استخدامها كلش, ويستخدم أيضا بالدروع, بالسولدرات, بصناعة البلاستيك, بالكيبلات, sheeting يعني يغلفون ال نقول احنا بالوايرات الكهربائية. Lead glasses, صناعة الزجاج, يخلون شبكات من الليد على مود يزيد كفاءة الزجاج. Shielding material and power generation units, خاصة كحاجز للpower generation units. It's used in equipment to avoid interruption of electric power system, يستخدم أيضا كequipment حتى ما يصير قطع بالتيار الكهرباء والطاقة الكهرباء للhospitals and computer and telecommunication network. طبعا lead أهميتها تيجي من البرزنس in the environment because it does not undergo any degradation. يبقى عشرات أو مئات السنين هنا تيجي خطورته وأهميته. Therefore it continues to be source of exposure to humans. ولذلك يبقى هو مصدر لتعرض البشر. حتى لو واحد يعني withdraw from this exposure راح يبقى يتعرض. ليش؟ لأن قلنا does not undergo any degradation. The use of inorganic lead in paints is something plus bar and major cause of lead poisoning in small children, خاصة يعني مصدر رئيسي للتعرض للأطفال, خاصة بعض مثلا تجي للأمهات تجيب طفلها للطبيب. شوف دائما من الأسئلة مثلا يقشط بالحائط, ياكل تربة, ياكل أحجار, زين هاي مهم جدا طبعا. Exposed by ingestion of peeling and flaking paint in interior surface, نشوف دائما يقشط الحياطين لأنه هذا المادة الرصاص يحتوي موجود بهذه الأصباغ أو موجود بالتربة. The risk of overexposure becomes greater when heating, grinding, spraying and burning is applied to the surface. Lead fumes are generated. هو بالحالة الصلبة سيف, ما يعتبر خطر, بس وين الخطر مالته؟ من يكون على شكل fumes of dust, خطر جدا. طبعا lead oxide are formed on cooling of the fumes in the air. Lead oxide هو المادة هاي الأكتيف بالهواء راح يصير cooling, وبالتالي in the air. الأكسيد and suboxide are biological active form of lead that are readily inhaled and absorbed. هنا هي هاي المادة الخطرة مع الرصاص. The practice in middle and far eastern countries, الشرق الأوسط بالقطار الشرق الأوسط والشرق الأقصى and northern Africa of applying cosmetic, يضيفون الرصاص كمادة تجميلية to obtain blue eye shadow, حتى يعطي blue eye shadow. حتى هسه يعني احنا واي مناطق يعني الطفل يجي للحياة راح يستخدمون هاي الكحل, مادة الكحل كلكم سامعين بها, طبعا هو كلش خطر, يحتوي على مادة الرصاص. And both adult and children has also been associated with the elevated blood lead levels and is one important environmental source of lead exposure. خطر جدا طبعا هذا مادة الكحول للأطفال أو النساء اللي استعملنه إذا يحتوي على مادة الرصاص. طبعا شافوا diet low in calcium and iron tend to increase lead absorption and exacerbate the toxic effect. شافوا إنه الأكل قليل الكالسيوم والأيرون راح يزيدنا زيادة absorption and exacerbate the toxic effect. Whereas a high fat diet increases lead absorption in several tissue. والأكل يحتوي على دهون عالية راح يزيد لنا الابزوربشن أيضاً.
Calcium and phosphorus, vitamin C and thiamine have been shown to reduce absorption of lead from the gastrointestinal tract. شافوا ان الكالسيوم والفوسفورس والفيتامين سي والثيامين يقلل امتصاص الليد فروم من الجاستروانتستاينال تراكت. الشايلد هود ليد بويزنج از كونسيدر ميجر بابليك هيلث بروبلم. هسه هو مشكله عالميه خاصه تعرض للرصاص. In the many countries worldwide is known as the most serious environmental hazard. اعتبره يعني تلوث بيئي خطير to children associated with the serious effect on childhood cognitive and other neurobehavioral and development. يعني يأثر على ذكائه، على ذاكرته، على البيهيفير مالته. فشوف الاي كيو مالتهم اللي ذول الاطفال يتعرضون للليد كلش قليله. وابنورمال افكت كان بي ديتكتد ان بوث ذا جراوند تشايلد اند الانبورن فيتاس. ايضا شافوه. شوف حتى هسه اكو بالدول العالم المتقدمه حتى بدول الجوار العربيه اكو برامج صحيه لهذا الشيء. احنا بالعراق ما عندنا هذه البرامج الصحيه شلون تقلل الاكسبوجر تو ليد. The fetus can be seriously threatened by lead exposure derived from the mobilization of maternal skeletal lead sores that had accumulated over years. الجنين يتعرض للرصاص من خلال mobilization من اثناء البريجننسي او اللاكتيشن او الهايبر ميتابوليك سيندروم. راح يصير mobilization lead منين؟ من السكليتال للام. وبالتالي راح اللي هو طبعا اللي قلنا ستورز وين موجود الستورز مال الليد موجود باللونج بونز. فمن يصير هاي الهايبر اكتف ميتابوليزم راح يصير موبيلايزيشن من السكليتر للام للطفل. ذات هاد اكوميليتد اوفر ييرز لان الام متعرضه للرصاص كنا اوفر ييرز كنا معرضين طبعا. ايفن اف ذا مادر از نوت كرنتلي اكسبوز تو ليد راح يبقى قلنا بجسمها خاصه باللونج بونز. Since lead has half-life in bone, on the order of years to the decades, يعني من سنوات إلى عشرات السنين, this realization has promoted greater attention to the importance of reducing lead exposure in girls and women, as well as the consideration of whether pre-pregnancy screening of women for current and prior lead exposure may be of value for secondary prevention. شافوا إنه لازم نسوي screening لل pre-pregnancy, لل girls, لل women. حتى نقلل هذا التعرض وبالتالي خف يعني الشيلدرن يتعرضون بالمستقبل خاصة أن يصير يعني من أثناء الولادة. وهذا يعتبر من secondary prevention للليد اكسبوجر. فبرامج صحية كثيرة موجودة بدول العالم. Some evidence exists to show that calcium supplementation can reduce maternal bone resorption during pregnancy. شوفوا انه الكالسيوم تعطيه الامايه راح ايضا يقلل ابزوربشن اوف ليد بنكسي از ويل از ذا فيتال ليد فيتال او فيتال ليد اكسبوجر. It would seem mandatory that the goal of all lead poisoning prevention activity should be to reduce children's blood lead levels and those of women of childbearing age to significantly below 10 milligram per deciliter. انه لازم تقلل يكون التعرض مو اقل من 10 ملغرام بير ديسيليتر. The bone lead concentration increases with the age. طبعاً, release of bone lead can contribute to blood lead levels following discontinuation of occupation or environmental exposure. قلنا إحنا increase with the age. حتى لو يعني following discontinuation of occupation or environmental exposure or in the presence of hyperactive metabolism راح يصير عندنا mobilization مرة ثانية قلنا. There is also evidence that this pool of lead can reach the fetus during the development of fetal skeleton. Release of bone lead to lead, release of bone lead to the blood occurs also during lactation and after menopause. إذن شافوا أنه release هذا من البون بعد اللاكتيشن وبعد الأفتر منابوز. والILD is most sensitive indicator of both acute and chronic effect of lead and its activity decrease the zinc protoporphyrin. طبعا هذا لتشخيص lead poisoning LRID والZPP zinc protoporphyrin. The brain of adults who were exposed to lead as children show decreased volume especially at the prefrontal cortex. شافوا انه
الفوليوم مال البرين خاصه بالبري فرونتال كورتكس تكيز الفوليوم مالته ادكويت اندستريال هايجين براكتس. طبعا بالنسبه للبريفنشن مالته طبعا هو ادكويت اندستريال هايجين براكتس ميديكال سيرفيلانس بيولوجيكال مونيتورينج اند ميديكال سيرفيلانس بروجرام ماست بي سيت اب ات ورك بليس وير ريسك اوف اكسسيف ليد اكسبوجر از سسبكتد. يعني لازم تسوي هاي الاجراءات خاصه اذا توقع انه هذا الورك بليس تعرض للاكسس بليد اكسبوجر. This is defined as location where the concentration of lead in the air is 3 microgram per cubic meter. إذا شفت إنه concentration مالته 3 or higher, 30 or higher for more than 30 days per year. هذا ال CDC recommend, هذا مهم جدا طبعا, that screening for lead poisoning be included in health care programs, خلوه برامج صحة رعاية صحية الأولية for children under 72 months of age. شافوا أنه الـ CDC recommend that screening for lead poisoning be included in health care program for children under 72 months of age. خلوهم ضمن البرنامج الأطفال اللي أقل من 6 سنوات حتى يشيكوهم بالليد, يشيكون نسبة الليد بالبلد. طبعا هذا مهم جدا بالبرنامج الرعاية الصحية الأولية بكل دول العالم خاصة المتقدمة. العراق احنا ما عندنا هذا البرنامج انه نشوف ندخل الأطفال تحت 6 سنوات ونشوف نسبة الرصاص بدمهم. الـ Environmental Protection Agency Regulation منظمة الحماية البيئة limit lead in drink water to 15 microgram per liter. An air cannot be greater than 0.15 microgram of lead per cubic meter of air. إنه هاي الحد المسموح به. التريتمنت طبعا علاج التسمم الرصاص depend on the degree of blood lead elevation, نسبة الدم نسبة الرصاص بالدم, severity and clinical symptoms, biochemical and hematological disturbance and type of exposure. كل هاي مهمة جدا من واحد يقرر العلاج. All these factors must be taken into consideration and determining the necessity for chelation or chelation therapy. وشكرا جزيلا. طبعا اذا اكو واحد عنده